يا قدامي ناعمة وجوزي من غبرها كينت حده نايمة وشوف عيني شوف رح يشوف شوف حركاتي الناعمة. يا صباح الخيرات. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. كل عام وانتو بخير. وانتو بخير. كل عام وانتو بخير مرت عمي. كل عام وانتو بخير. وانتو بخير. رويدة كل سنة وانتي سالمة تقبريني. وانتي سالمة. ان شاء الله يا حق يا حق. العيد الجاي بشوفكن عرايس وبفرح فيكم. وفيقة شو بك؟ هذا الحكي ما بدي اسمعه منك مرة تانية. يو ليش شو حكيت يا بعدي؟ هي فوق مالي عم بتمنى لك الخير؟ ايه هالخير ما بدي اياه. اه اصطفلي اكلك الدودة شو انك مكيودة. يلا ماشي انا رايحة حتى عايد بيت اهلي. يي نسيت لكم بدي عايد كمان بيت عمتي ام وضوح. اي بنصحك ما تروحي. بلش شو لتكوني فكرتي عمتك لحالي. اي عمتك مانا متحملة هزات بدن منك ومن اهلك. يخرب بيتك وعم تحكي على اهلي وليه؟ لك والله والله لو ما كانت صباحية عيد لفرجيتك قيمتك. عبدو يلا بدك توصلني على بيت اهلي. وحدي الله يا مخلوقة شو بك؟ لك ما في شيء ما في شيء بدي عايدهم لاهلي ولا كمان هاي ما بتصير. اه لا ليش لا يعني بس هو شو بس حاجة بس لي ما بدك تعايد عمك ومرت عمك وابن عمك صفوان وإلا نسيان وبدهم مين يذكرك. لا لا اعوذ بالله شو نسيان ما نسيان هلا بنروح دغري. ايوه يلا لكن انا رايحة ادك ملايتي ولا تنسى عمول حسابك مشان تعطي عيدية لأمي ولزكية ولسلمى كمان. يلا تقبرني. شو علي شو علي كان عبدي بخير يا عمو. بخير. شو الحكي يا مثل ما سمعت يا فهد انا انفضحت بالحال وصار لي كم يوم ما طلعت من البيت ومشان هيك جيت صليت صلاه العيد عندكم. لا ما عاش بده يفضحها والله بسحب روحه من صدره وبحسب الله ما خلقه. اكيد انا فكرت كثير بالقصه وصار لها جمعه مطيره النوم من عيوني. يعني اذا بنقتل 10 قتله الناس ما حتصدق انه انا بريء. ما بصير هالحكي ما بصير. شلون ما بصير؟ ليكو صاروا مش الحال صغير عقلي وحياة شواربك صغيرة. شلون يعني؟ انت هلا روح غير لك ساعة زمان وبس تفيق ونحكي القصة. يا مام يا مام. ايوه يا مام نلبس الملاية انا وسلمى؟ لا طولوا بالكم ابوكي واخوكي لسه ما اجوا. والله ابنك رح يطققني يا بنت الناس. نعم يا بنت الناس. ايه ليش امك وابوكي ما كانوا ناس؟ بلا. ايه وكل النسوان هيك بتحكي على بعضها. ايوه وشو بقى ابني ليش رح يطققني؟ بيطلع ما بيرجع ان شاء الله روحه بلا رجعه. يا الله يقصف لي عمرك الهي يا حق وقدامي عم تقولي اياه. ليش مو انت هيك بتحكي كمان على جوزك؟ خلص يا مو اتركي يا لساتها صغيره بكره بتتعلم. يعلم العصي بجنابها. يا مو هلا بس نروح لعند عمتي ام وضاح اشكيها وخليها تعمل لها قتله مثل القتله اللي قتلتك اياها. تتذكري يا مو تتذكري؟ وليه؟ انا كم مره قلت لك لبقى تجيبي هالسيره؟ اه 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 ما في شيء عم نستنى وفيقة وصفوان مشان يوصلونا لبيت ام وضاح. بلالكم الروحة. ليش بقى؟ مو انت قلت الصبح خذي البنات وروحي عادي ام وضاح؟ شو عدا ما بدا؟ ما في شيء ما في شيء خلاص ما في شيء. عدنان شو القصة؟ اختي تعبانة مو قادرة تستقبل حدا. مو قادرة تستقبل حدا ولا ما بدها تستقبلنا؟ هيك شيء. ابن ناقص انا اصلا ما كنت رايحة كرمالها. رايحة مشان اشمت فيها وجاكرة لهالناقصة القليلة الأصل. صبحية شبع. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين؟ طمنونا على ام عبده اول. فوتي فوتي على ام عبده. على ام عبده.
عند اختها. ايه يا مو ايه خاطركم. الله معك يا بنات. شوفي يا مو البسوا الملايا. ليش لو بدنا نروح يا مو؟ بدنا نعايد على مرت عمك ام عبده. ماشي يا مو. صبحية صري الشر وبلا ما تروحوا. أنو شر تقبرني؟ ليه؟ أنو شر؟ ما في لا شر ولا غيره. بدنا نروح نعايد عن مخلوقة. خطي باركي جبران خاطر يعني. هلأ بتشوف فوتتنا عليها هي قد الدنيا. صحيح رحتوا عند ام وضاح؟ ايه ابن عمي رحنا. شلونها؟ اخ مسكينه والله حالتها بتقطع القلب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه وصحيح رحنا على بيت ام عبده شقينا عليها وعلى بناتها. امك هي اللي اخذتني. ايه وين المشكله؟ ليش هيك عم تحكي؟ لانه رحت بدون ما اخذ اذنك. معليش طالما أمي هي اللي أخدتك مشاهر بتمون على الرقبة. يعني مو زعلان مني؟ لا. صحيح سويتوا غدا ولا بلا حق؟ بلا طبخت قبل ما أطلع رح سخن وأسكب لك. أبا سلامتك ما في شي. فوت على بيت المرحوم أبو عبده من بعد النوم. مين بده يستقبلني؟ عبده؟ بس كرمال ويدا لازم روح عايد عليها وعطيها خرجية. يمكن هاي آخر مرة بشوفها فيها لرويدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا كريم طرخون مختار طرخون. حط لك كم جزء ترى طرخونات على كيفك. ها صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لا انا عم بيع لحالي وعم نادي مثل ما كل هالبياعين بيبيعوا وبينادوا. ليش فيها شيء هاي؟ شو صفوان لك عمي؟ شو صفوان؟ خالي هاي الحاره ملكك وهبنا اياها فهمت؟ ليش مختار ليش هيك هيك فهمت؟ شو كان عم يحكيك عني؟ عم يقول لي انه صفوان اللي علمك تقول هيك؟ لكن يا عمي لكن كل شغله حطوها بظهر صفوان. لك مو حرام هالزلمه يتقلع عن الحاره؟ مو حرام؟ خير مختار خير. شوفي بفشي بفشي. شو نص لكان؟ ما بعرف ما بده يعني يبيع بهالحاره. ليش؟ ما بعرف. عجبكم هالحكي عمي؟ عجبكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك عمي باختصار يعني الزلمة لساته زعلان على ابنه. الله يكون بعونه. وإيش كان متضايق من وجود أخوه؟ روح شوف لك شي رزق بحارة تانية شي حما لحتك حريش. أول بالك أول بالك. هلا هو ليش زعل؟ لك يزعل ولا إن شاء الله عمره. ليش هو بيتضايق إذا أنا ناديت خاين يا طرخوه؟ لك أنت شو بدك يا الشغلة؟ أنت ما عم تقبض عملي؟ مبلا خلصنا معناتها ما ترد على حدا. اسمعني انا شو عم بقول لك وتساوي. نادي خاين يا طرخون خاين يا طرخون خاين. اختار اختار. اهلا فهد. اللي عاوز شي لازمك شي؟ لا لا سلامتك.
وين رايح؟ رايح شقة لحرمة المرحوم وضاح وعايد عليها. ايه والله واجب، ان شاء الله ميسرة. بس مختار، إذا بدك شيء قل لي. لا لا سلامتك. ايه والله عاوز شيء. برني مختار، عن إذنك أبو فهد. إذنك معك أبو فهد. لا يأمر عليك ظالم. أبو فهد، أنت بتعرف الفرس تبعي قديش طيب ونسله طيب كمان. إيه نعم. بدي إياك يعني إذا صار لي شيء دير بالك عليه وعلى فرس وضاح كمان. بختار إن شاء الله لا تجيب السيرة هي بنوها. إن شاء الله عدوينا. سلام عليكم. أمك أخذت البنات وراحت عند بيت عمك أبو عبده. وعمتك أم وضاح هنيك. هلا بيعلقوا مع بعض بيعملوا لنا مشكلة. اتركهم يا بي، اتركهم نسوان بقلب بعض هون يمحقوا. لك هلا بيعملوا لنا مشكلة. هو بيني وبينها عمتي صار عم تخانق دبان وشها. أمك كمان مانا قليلة. لا يا بي لا. عمتي من طول عمرها ما بتطيقنا. خص نص أمي، ما بتحسن شوف خلقتها. أنا هلا رايح أجيب أمك والبنات. معناتها أبو الضاح كان رايح على بيت أبو عبدو. شو يا بي؟ شو قلي؟ لا لا يا بي ما بشي ما بشي، بس عم يقول لي روح معها. يا ميت أهلا وسهلا، تفضلي يا ما تفضلي. كبريني تعوا يا بنات تعوا. سلام عليكم، كل عام وانتو بخير. يلا كبريني عاوزة شي؟ يلا. وين رايحة؟ رايحة على بيتي. بدك تحرمينا من هالخلقة الملائكية؟ صبحية اخزي الشيطان. ولا مثل ما قال المثل يا بعدي، حضرة الملائكة هربت الشياطين. مرت عمي، عمتي مالها من الشياطين. خرسي ولي، مو ناقص علينا إلا الجردين. أنا مالي جردون. عليا، لما بتحكي مع عمي بتحكي بأدم، فهمتي ولي؟ أنا ما كمي أكثر منكم. قلك يا رويدة في المطرحة. يا رويدة، يا رويدة، يا رويدة، يا رويدة. أهلين عمي أبو وضاح. كل سنة وانت سالم. وانت سالم. شرف فضه. لا ما بدي فوت. عمتك عندكم؟ ايه والله جوا. فوت إلا انه انا برا بدي اشوفها، وخليها تجيب رويدة معها، بدي اشوفها وسلم عليها وعايد عليها. تأمر أمر. عمي بخصوص هذيك المرة انا غلطت معك، مشان الله ما بدي اكون زعلان. فوت ناديله فوت. شو عم تساوي هون؟ عم خلص ام وضاح من بين ايدين امك. عم تخلص ام وضاح ما هيك؟ ستري يا مو ستري. قولي على امتي يا مو، نمر الغشة عم تعري وجهي. لك يا عيب شو ما عليك؟ اخ بس بدي افهم على شو عاملينك كبير انت، على شو؟ امشي امشي امشي، خلينا نمشي. يا ميت علينا يا جماعة، يلا شرفوا شرفوا على المضافة، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. شرفوا شرفوا تفضلوا شرفوا. علي صفوانو رياض محجوب. شرفوا. خاين يا طرخوخ خاين. رياض محجوب. إيه والله خاين يا طرخوخ. خاين يا طرخوخ خاين. واقف خاين واقف واقف. خاين يا طرخوخ. روح خاين روح. يا طرخوخ خاين، خاين ولي الأصل يا طرخوخ.
هذا اللي انت شاطر لك. الرجال فات لما سمع اصواتكم، الواحد يحكي دغري ما له معكم. ولك مسكني هيك ودفشني على الكريبه، قال ما له معني. لك بيهون عليك واحد ينفش مرتها. معاش يا مو، معاش ولا خليه اللي بده يعطوه. من حق عندك ام وضاح انضربت وانهانت ببيتنا وانت موجود؟ لك اخي انت لساتك صغير وما بتعرف اي شغلات. اسمع عبدو افندي، اول باشتان انا مالي صغير، وثاني باشتان بيت ابو عبدو الويلاتي ما بينضرب في جنس مخلوق، وثالث باشتان عمك ابو وضاح كبير الحاره وسمعت انه انهان ببيتنا، واللي هانه لازم ينهان. شو هالحكي لك عمي؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعت عمي. اسمع حبيبي، ابو وضاح عمك هيك ولا رويدا، انا مانو عمي وما بيعنيني بهالسيرة بنوب، واللي صار فيه بيستاهله لانه غلطان. عمي ابو وضاح ما بيغلط؟ لا سيدي بيغلط وكبر وخرف وخالص. صفوان! عمي! يا عمي! اسف طبنجة! يا عيب الشوم عليك، عم تهدد ابن عمك هون ببيتك وبدك تعوصه؟ يلي بيعين الناس ببيت ابو عبد الويلاتي لسه ما خلق. ابو وضاح هو الغلطان! يا عيب الشوم عليك، لو كبارية الحارة سمو ولا العقيد كانوا أنعوك من الحارة. كتير منيح، أنا رح روح لعند العقيد وقل له عن عمال صفوان مع عمي أبو الضاح. رشتين إحنا ستروها طبيناتنا والناس ما لازم تعرف بمشاكلنا. بيهون عليك سمعت ابن عمك صفوان تطلع بين الناس إنه هانو الأبو الضاح وقال قيمته، بيهون عليك؟ لا يا عيني عليك يا رشتي طول عمرك بضاي. بعدك بين اليومين صفوان وأمه يروحوا لعند عمته يستسمحوها ويعتذروا من جوزك. شلون يا بشلون؟ مثل ما سمعت، بتروح انت وامك عند عمتك تستسمحوا منها وبتعتذروا من جوزها. ايوه الله يصطفل فيهم، ما بدي اقول شيء شكيته الا الله. والله واللي اسمه الله، لولا كرامة المرحوم ابو عبده وانه المشكلة صارت ببيته كنت مسكت له ايده وكسرت له اياها كسر. يا ريتك يا حجي، يا ريتك كسرت له ايده من شرشقه. بيلوموني الناس يا مضاح، بيلوموني الناس، بيقولوا نمر الخشاب حاطط عقله بعقل ولد. لا هو من جيل اولاده ومو غريب كمان. بكره رح يبعثوا لرشدي لعند العقيد ابو فهد خليه يحكي له كل شيء عمله هالواطي، بركة بيقدمه. لا يو، ليش بقى؟ انا بحياتي ما ضربت بالسيف غير سيفي، بدك ياني هلا خلي العقيد ياخذ لي حقي؟ ومن مين؟ من ابن اخوكي؟ لا اسمعي يا حرمه، انا مياتي انقطعوا من الحاره. شو عم تحكي انت؟ شلون يعني مياتك انقطعوا من الحاره؟ لا شو صار؟ شو رايك بالقصه؟ بشو بتنصحنا؟ أنا رأيي إنه جابر يطلع ويفوت قدام أهل الحارة وراسه مرفوع ويا جمل من الزاقية، واللي بيطلع في نظرة فيها إنه يا ويلي. وشو مشان عمران؟ عمران تبو علي. فهد، نحن وعمران عيلة واحدة، ومثل ما بتعرف عمران أخوه لأم دياب وخال الأولاد. خلص أم دياب خلص، لا تاكل هم. أنا بتفاهم معه وبحلها برواق. يا عليم الله، تطلع فيني تطليعه وتقطع القلب. طب انت شو بدك بهالقصة؟ انت شو بدك بهالقصة؟ بس يا معلم صفوان انا كثير خايف، وهذا كبير الحارة ومختارة، وانا مالي قده. لك لا تخاف ولا شيء، من من سألك؟ ان كان هو ولا غيره، اخي حطه بظهري، اخي قول له صفوان هو اللي قال لي نادي خاين يا طرخوخ، نادي. خاين يا طرخوخ، خاين! خاين يا طرخوخ! خاين ولي الاصل هالطرخوخ. انا ما عاد اقدر اعيش بهالحاره مع ابن اخوكي صفوان. الله لا يوفقك يا صفوان، اله يضيع غريمك بليله ما فيها ضوء قمر وما تلاقي. خاين هالطرخوخ. ابو وضاح الله يجبرك. خاين يا طرخوخ، الله يوفقك. ما تحط عقلك بعقله، انت مختار الحاره والكبيره. معقول تترك حارتك من شان شقفه ولد طايش؟ شو بدهم يقولوا العالم؟ خاين يا طرخوخ، خاين ولي الأصل. لوين رايح؟ رايح مشوار. لوين رايح انت بهالحاله؟ خلص قلت لك رايح مشوار. خاين يا طرخوخ، خاين ولي الأصل يا طرخوخ، خاين يا طرخوخ، خاين يا طرخوخ، خاين يا طرخوخ، خاين وليد
ناصر هالطرخون خايا طرخون. انا شو قلت لك ولا امرك مختار امرك؟ لك انا ما قلت لك انه ما بدي اشوفك ولا اسمع صوتكم بالحاره. بلا بلا بس المعلم صفوان هو قال لي نادي. معلم صفوان؟ هلا صار اسمه المعلم صفوان؟ هو قال لي نادي وبي اولادك. لك من امتى صار صفوان يحلوا يربطهم بالحاره؟ نحن من طول عمرنا بنحل بنربط عمي، ولا نسيت من بيت لويلاتي. لك لو ما اعطيناك حرمه من عنا انت بعمرك صرت زلمه؟ ولك اني عم تحكي هالكلام يا واطي، ولك اني انا لا تقول انه اخذتك خدم. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخزيك يا شيطان. عم تقوس علي انا؟ لك انا بوزيك فوق. اذا عم حدك انا اتحدي عقيل، والله اتحدي، بس هو كل ما صارت حكايه بلزقها بظهري. يعني انا شو ذنبي اذا كل البياعين بينادوا خاين يا طرخون؟ يعني الطرخون ماله خاين؟ طرخون ما؟ اي نعم سيدي الطرخون. بعدين يعني نحن شو ذنبنا اشكال طلع ابنه خاين مثل الطرخون؟ ابنه خطيني السمنجة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا واطي. طول بالك عقيد الله يخليك. يا عالم لك يا ناس مشان الله فهموني، لك العسكري اللي بينعدم اعدام شو بيكون؟ لك خاين ولا شريف؟ لك انا ابني خاين، لك انا ابني بيعاصر، لك انا خاين. مشان الله يا ام وضاح، يعني لا تاخذيني. يو على شو بدي وقتك تقبريني؟ يعني انه بدي اتجوز اليوم وانتو لك تدوسي على القبر. الهي يمين الله يمين الله انه فرحت لك من كل قلبي. سلمي والله انا ما دخلني. مشاهر قالت يعني طالما ما رح نعمل عرس ف... يا مضاح على اذنك بس لشوف الحجي. لك مضاح خاين يا كلب، مضاح خاين يا واطي. لك بعد لك لولا ستر الله كانت الفشكة اجت براسه وكنت حطيت برقبتي قتيل. ولي على قامتي انا. لك ما عاش وما خلق اللي بده يقول عن ابني وضاح انا خاين. دخيلك يا ربي دخيلك، منين طلع لنا هذا؟ كان ناقصنا. مشان هيك انا لازم اترك الحارة هالمرة. مشي الحال، الله سترها، ما بنعرف المرة الجاية. يا لوين بدك تترك الحارة وتروح؟ بلاد الله واسعة. بدك تروح وتتركني لحالي؟ اتركك لحالك ليش؟ خليكي هون، انتي معززة مكرمة، وبعدين عندك اللي بيكفيكي وزيادة، وبعدين عندك رشدي بتجوزي وبتسكني عندك هون. رشدي اصيل ابن ابوه، اصيل ابن. لا تكمل حجي لا تكمل، انا ما بعيش هون من غيرك. قلت لك انا مياتي انقطعوا من هالبلاد. وانا كمان مثل حكايتك. شو قصدك؟ قصدي رجلي على رجلك يا ام وضاح. انا مشواري بعيد بعيد كتير. واسكن انا بروح معك لاخر الدنيا. طيب واذا سميحه رجعت على الحاره؟ وترجع سميحه بترجع لبيتها وجوزها. يو لوين مفكر ترحل؟ أنا بإذن الله تعالى أمفكر روح على الحج. حج للولاد الله يرحمهم وللمرحوم أبو أدهم. وإذا الله أعطانا عمر بقضي هاليومين اللي بيانين لي بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شو عليه؟ انت بتحج لرماح؟ انا بحج لوضاح. ايه مثل ما بدك، بركي هنيك منلاقي لنا شي واحد ابن حلال نعطيه قرشين بحج عن المرحوم ابو ادهم، ومنقضي هالعمر اللي بقيالنا بالكعبة الشريفة وعند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بس ام وضاح ما بدي حدا من كبارية الحارة
يعرف بهالقصة هي، لأنه إذا عرفوا ما بيخلونا نروح. بعدين قال لك أنا ما بدي حدا يعرف نحن وين رحنا ولا بأي بلد، فهمتي؟ بسم الله ما شاء الله. خزينة العين يا هيك العرسان يا بلا ما تعمي؟ شوفي يا مام، نسكب الرز بالجاطات ولا لسه؟ لا تقبريني لسه بكير، بس يجوا الزلم من الصلاة بتسكبوا، فوتوا عدي هلأ. حاضر مرت عمي. ايه ما يبلا، ان شاء الله بيسلم لي هالوش اللي بجنن. تسلمي. شو خلصتوا يا مو؟ ايه يا مو خلصنا، شوفي لي اياهم احلاها. فهمية خلصنا بقى. يقبرني الخجلان انا. ارجيني هالوش تقبريني؟ ان شاء الله الهي ما بيعدم لك حندق وبندق، عيني شافتك وما صليت على النبي، ابطق وتنبق. اللهم صل على النبي. صلي على النبي. يلا يا عم نصري قوموا نتعشى مشان ناخذ ديبة على بيتها. تفضلي. يلا. يلا ما بدكم تسمعونا شي زلغوطة؟ لكان لكان لكان. اوه حتسلم لي هالتغماية. اوه حلوة ومزكاية. اوه اللي ما بياخد مثل ديبة. اوه بحياته ما بيرفع الراية. ما في موافقة الزواج أنا مظبوط؟ لا بلا في. يعني أنت موافق موافق؟ سبحان خلاق عظيم، أنت كتير كتير حلو دي بخان. ديبي خانة؟ وين سجادة صلاة؟ أنا لازم تشكرات الله. إيه يلا رح أجيب لك إياها. في حدا بالمضافة؟ لا معلمي ما في حدا. هلا راح ابو لطفي والشيخ نزير والعقيد ابو فهد. معلم روح معاه. لا خلي لا خليك هون انت خليك. يلا اتحرك. تفضل اخي، هي ورقة المزرعة. هي مساحتها 150 درهم. هي نعم. هي بدي سجلها ربعة باسم رويدة بنت محجوب نويلاتي. تفضل. وهي ورقة الحاصل بدي سجله باسم رشدي ابن محجوب نويلاتي. أيوة. وهي ورقة البيت بدي سجل ربعه باسم رويدة بنت محجوب نويلاتي. بس يا حجة الشغلة بدها فتوى، سألت المفتي. إيه نعم إيه نعم. أنا في عندي بنت بتركيا وفي عندي ولاد ولاد عم، هدول بحق لهم ثلاث أرباع البيت وثلاث أرباع المزرعة، أما الربع والربع هدول من حقي أعطيهم اللي بدي إياه. هاي المحروسة رويدة بتكون مرت ابني الله يرحمه وضاح، وما أجاها أولاد منه وأنا بدي أعوضها. الله يجزيك الخير. ورشدي بيكون أخوها، خدمني كتير، ولد شهم ما في منه، مشان هيك يعني بدي احط هالحاصل هذا باسمه. الله يجزيك الخير يا حج. وما قال لك لوين رايح؟ ما قال لي. طب ليش ما بعت لي ديبو مشان ينادي لي؟ كنت على القليل بروح معه. شو بيعرفني يا عمتي؟ الله وكيلك عمك ابو وضاح انقلب فوقاني تحتاني، كله بسبب هالندل صفوان. الله يكون بعونه، بس لو تركوني ابضايات الحار على هذا الندل مبارح، والله كنت ما تركته الا وماني دابحه. لا يو اوهك لا تعمتيها اوهك، ما بدنا نذبح حدا ولا حدا يذبحنا، اللي فينا مكفينا. اوهك لك عمتيها. نحن قافلتنا بتتيسر باذن الله يوم 10 شوال،
بعد صلاة الفجر، انتو بدكم تكونوا هون قبل صلاة الفجر. ايه ذكرنا على الله. كم حجي انتو؟ انا ومرتي. صحيح حجي ما قلت لي، لوين رحت اليوم؟ رحت رعبنت على رحلة الحج مع الجمال، ورعبنت كمان على هودج. ايوه يعني تأكدت سفرتنا ان شاء الله اذا الله راد. بس ويني مثل ما قلت لك ما بدي حدا يدرى بهالقصة. يعني نحنا ما بقى لنا رجع عالشام بنوب بنوب؟ والله يا موضح ما بظن. شبكي زعلتي مشان سميحة ما هي؟ لا يعني بس عم اقول لحالي اذا كان رجعت سميحة وما لقيت حدا شو بده يصير بحالة؟ هلأ على كلين انا ما بظن انه بيت ابو خيرو يرجعوا، لانه كل العيلات اللي ترحلوا على تركيا ما رجعت ولا عيلة واحدة من بيناتهم. بعدين مثل ما بتقولي انتي البنت بس اتجوزت بتصير لجوزها وبيتها وولادها ما هي؟ اي والله مزبوط. الله يرزقهم بجاه الحبيب محمد يا رب. على كل لا نحن اذا درينا ان رجعت على الحارة والله ما بعرف شو بدنا نساوي، بس يعني منلاقي لنا طريقه منجي بنشوفهم. شوفي اذا كان يعني انتي شايفه كيكي قلقانه، إذا ما بدك تروحي معي معلش، لأنه أنا بالأصل يعني قلت لك ما بدي أخذك معي. حجي قلت لك رايحة معك وين ما رحت وين ما جيت، يو واللي بيجي من الله يا محلى. إيه قومي حجي قومي. فوتوا خالي فوتوا. شلونكم؟ الحمد لله. طالما انت بخير نحن بخير مختار. يوسف مر معي قريب لهون. مسيك علي. شو هذا علي؟ هذا المبلغ قايم لك اياه مشان جوازتك. كتر خيرك، ما بدي غير سلامتك يا مختار. مسيك ابني مسيك، هذا حقك. سلم هاليدين، روح الله يجبر بخاطرك. ليو تعالوا. مرني معلم. هذا لك. أنا ما بدي، أنا عايش من خير الله وخيرك، مو ناقصني شيء، أنا بس بطلب من الله أن يطول بعمره ويديمك فروسنا. مسيك لك أبدي مسيك، البني آدم مهما عاش لا بده يجي يوم ويترك الدنيا الفانية هي. ما بتعرف يمكن بأي لحظة تفقدوني وما تلاقوني. سلامتك معلمي، الله يطول بعمرك. سلامتك شو يا الله لا يقدر. مسيك أبدي مسيك. الله يسلمك، الله لا يحرمنا منك. ايه الموت والفراق شيء مقدر علينا ولا بد منه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا اله الا الله. انا بوصيكم قبل كل شيء بتقوى رب العالمين، وبدي اياكم من هون رايح تعتبروا رشدي محلي ومحل وضاح الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني رشدي هو معلمكم من اليوم ورايح. المعلم رشدي على راسنا من فوق. وانت يا يوسف وابو سطيف من اليوم ورايح كراكم صار الدبل، انتو جوزتكم وأمنت عليكم. فضل على راسنا يا معلم، كتر الله خيرك. والله يا معلمين تطامرنا بأفضالك. الفضل لله. في حدا منكم عاوز شي بده شي؟ سلامتك معلمي. تفضلوا على شغلكم. معلمي انت عم تودعنا شيء؟ ما قلت لكم انه البني ادم ممكن يفارق احبابه باي لحظه؟ الله لا يقدر. ان شاء الله لا تفاول على حالك معلمي. ان شاء الله معلمي. الله معكم. يا ابو عجاج. ورا عمي ابو وطاح. هذا الحاصل من يوم ورايح صار الك، وفي الي عندك وصيه بتمنى انك ما تنساها. مور عمي. بدي اياك توزع ربع ايراد الحاصل على الفقراء والمحتاجين.
وهدول الوراق خذهم ودير بالك عليهم منيح، هدول بيحفظوا حقك وحق اختك رويدة. عمي ابو وضاح، انت ليش عم تساوي هيك؟ لا تسألني يا ابني، لا تسألني عن شيء، بدي منك ما تجيب سيرة لحدا. عمي انت لوين ناوي تروح؟ رشدي امرك عمي. شيك هي 50 قصمة لي مشان تتجوز وتدير بالك على اختك رويدة. هذا كثير عمي ابو وضاح، انا ما بستاهل كل هذا الشيء. انت بتستاهل اكثر من هيك. قبل ما انسى بدي اياك تعمل لي سبيل عند باب الحاصل هون على روح المرحوم وضاح. تأمر معلمي. ابو عجاج ما بيبكي مو هيك؟ خاطرك دير بالك على الشباب وعلى الحاصل، انا رايح على البيت، عمتك لحالها. مرحبا مختار، عضوات المضافة بدي نشوفوه. شو اللي هو؟ أهلين عقيد. وين راح المختار؟ فات على البيت. ليه ما قلت له؟ والله قلت له عقيد، قلت له. ايه وشو قال له؟ هز براسه وفات على البيت. يا ترى على شو ناوي عمي ابو الضاح؟ كان لازم مر لعند عمتي واسالها، يعني حاسس انه نهايته قربت لحتى ساوى هيك، ولا ناوي يسافر؟ رجدي ليش سهران لهلا؟ فوتي يا اختي فوتي. عادي جنبي. رجدي شوفي والله شغلت لي بالي. شغلي مالها عم تخرق مش تبنوب. خير شو هي؟ عمك ابو الضاح عم يوصي وكانه بده يموت، يا بده يسافر، ما بعرف اختي ما بعرف. رويدا الشنطة صاروا بالعرباية. الصبر مفتاح يا ابو شهدت بذاك تجارب الإنسان. صبرك يا الله جاهزة؟ ايه جاهزة. جبتي الذهبات؟ جبتهم. كم ذهبة؟ 350 ذهبة. خير وبركة. يلا خلينا نتيسر. طلعي حجة طلعي. ديبو مر معلي. خد هدول المفاتيح اعطيهم لرشدي، وانت دير بالك على حالك. وينك؟ هاي المضافة بدي اياها تضل مفتوحة، مشان مصاريفها بتاخذوهم من ابو نوري من ايرادات المزرعة، واللي بيزيد يجمعهم ويعمر فيهم جامع بالطيعة. تأمر معلي. وقول له لابو لطفي يمشي امور المخترة بغيابي. معلمي شام الله اللي لوين رايح؟ بلاد الله واسعة. قل له لأبو نوري الجامع اللي بدي عمره بالضيعة
خليه يسميه باسم المرحوم وضاح. الله معكم. نام دكتور، نام امي. هلا اذا ما نمت وسمعت الكلمه بتجي لعنا الغوله الكبيره اللي شعرها طبيعي واللي بتخوف. بدك تكون تسمع الكلمه. خير، اللهم اجعله خير.